السلام عليكم. هنحكي لولادنا عن أحد صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الطفيل ابن عمرو الدوسي. الطفيل ابن عمرو الدوسي قال: واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه مقولة استمع إليها وتأملها. قالت: سكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفي عليك الحسن من القبيح، الحاجة الحلوة من الحاجة الوحشة، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا فقبلته، وإن كان قبيحا تركته. إنه بني الطفيل ابن عمرو الدوسي، نسبة إلى قبيلة دوس التي كان سيدا لها في الجاهلية، وكان كريما عطوفا، يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير، كما كان سيدا مهابا جليلا في قومه. وعلاوة على أنه كان شاعرا مرهفا رقيقا الشعر، يتردد دائما على مكة في موسم سوء عقاظ، حيث يفد إليه الشعراء من كل بقاع الأرض. وكان الطفيل من الشعراء البارزين، وبدأ النور يسطع في مكة، وبدأ رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو لعبادة الله الواحد الأحد ونبذ عبادة الأصنام، فخافت قريش على مكانتها في الوجود وعلى زعامتهم بين القبائل، فعملت على إطفاء نور الله والصد عن الدين الجديد بكل وسيلة، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، كما حرصت ألا يلقى الطفيل محمد صلى الله عليه وسلم فيعلن إسلامه، فتكون موهبته الشعرية سلاحا في خدمة الإسلام. فكان كلما قدم إلى مكة استقبلوه أعظم استقبال، ورحبوا به أكرم ترحيب، وداوموا على تحذيره من محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت إلى بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد علينا أمرنا، ومزق شملنا، وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تستعن منه شيئا ولا تستمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الابن وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الزوج وزوجته. لهذه الدرجة كانت قريشا تخشى إسلامه. كان للشاعر في تلك الأيام مكانة عظيمة بمثابة وسائل الإعلام في أيامنا هذه، وكان لا يخلو مجلس من المجالس من الشعراء ومن إلقاء الشعر وسماع الشعر. ونجد أن الطفيل تأثر بكلام قريش وبتحذيرتهم، فعندما ذهب للطواف بالكعبة حشى أذنيه بالقطن حتى لا يسمع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يفتن بقوله، ولكن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء، وإرادته فوق كل إرادة. وعندما رأى الطفيل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي أثره منظره فرحه، واستولى عليه خشوعه وورعه وتقاه، فاقترب منه وقال في نفسه مقولته التي سبق وقلناها: لماذا لا أسمع ما يقول؟ فإن كان خيرا قبلته، وإن كان شرا ابتعدت عنه. واستمع الطفيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فانشرح فؤاده للدين الجديد، فأعلن إسلامه، وخرج إلى القراشيين منشدا: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، وذو الكفين هو صنم كانت تعبده قبيلة دوس. فوقعت كلماته على قريش وقوع الصاعقة، ولكنها خشيت أن تمسه بسوء، فهو سيد قبيلة دوس، فإن أصابه مكروه اشتعلت نار الفتنة بين القبائل. ومكث الطفيل بمكة يتعلم تعليم الدين الذي أحبه، وبعد أن أتم حفظه ما تيسر له من القرآن، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يعود لقومه ويدعوهم إلى الإسلام. قال: إني يا رسول الله امرؤ مطاع في عشيرتي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فدعوا لي الله أن يجعل لي آية تكون عونا لي فيما أدعوهم إليه. فدعا صلى الله عليه وسلم ربه، قال: اللهم اجعل له آية. وكانت الآية التي دعا بها صلى الله عليه وسلم على مشارف القبيلة
فأضاء الله بين عيني الطفيل ضياء وهاجا كأنه السراج، فخشي الطفيل أن يظن قومه أن ذلك من غضب ذي الكفين عليه، فتضرع إلى ربه ألا تكون الآية في وجهه، فاستجاب الرحمن لدعاته فكانت الآية في صوته، حيث أضاء رأس صوته كالقناديل المعلق، وبدأ الطفيل يدعو قوم لعبادة الله ونبذ عبادة الأصنام، فكانت النتيجة أن آمن أهل بيته جميعاً، أبوه وأمه وزوجته وابنه عمرو، أما أهل قبيلته فلم يجد منهم نفس القبول، فأعرضوا عنه جميعاً إلا واحد هو أبو هريرة الذي ما أن سمع دعوته إلا وصار إلى الإسلام. لماذا لم تسلم قبيلة دوس؟ أليس طبيعي أن تتبع القبيلة زعيمها؟ ولكن قبيلة دوس كانوا يبجلون ذا الكفين ويعبدونه ويتذللون إليه، وأهم من ذلك أنهم كانوا يخافون أشد الخوف، حتى أنهم كانوا يتوقعون انتقام ذي الكفين من أهل بيت الطفيل لتسفيفهم إياه وكفرهم به. وعاد الطفيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا وقال: قلوب عليها أكنة وكفر شديد غلب على دوس الفسوق والعصيان. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ودعا: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعهم إلى الإسلام. هل أسلمت دوس؟ نعم أسلمت. ويرجع ذلك لدعائه صلى الله عليه وسلم ولصبر الطفيل وإصراره، فما زال يدعوهم حتى أسلم 80 بيتا من دوس هم أغلب القبيلة. وهاجر الطفيل وأفراد قبيلته إلى المدينة لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك إبان غزوة خيبر. وأبى الطفيل وعشيرته ألا أن يشاركوا في الغزو، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لهم ميمنة الجيش، وذلك عندما أحس بقوة الركن الجنوبي من قلعة اليهود، وقال: يا رسول الله اجعلنا ميمنتك واجعل شعارنا مبرورا. ولانت الحصون وفتحت خيبر، وكان هذا هو آخر عهد اليهود بالمدينة. ولبس الطفيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله عليهم فتح مكة، ثم استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر إلى دوس لإحراق ذي الكفين صنمهم المعبود، وتم إحراق الصنم على مشهد ممن لم يسلموا بعد، وهم يتربصون السوء بالطفيل ويتوقعون أن تكون نهايته إذا مس ذا الكفين بضر. وما إن تم احتراق الصنم إلا وأسلم الجميع في دوس، فقد رأوا مدى ضعف ذي الكفين وهوانه حتى لم يستطيع أن يكف الأذى عن نفسه. ولازم الطفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقى الرسول ربه، وخلفه أبو بكر الصديق. وحزن الطفيل وابنه عمرو لردد بعض المنافقين عن الإسلام، فكان حريصين على المشاركة في حروب الردة ليحفظوا مكانة الدين وهيبته. وشارك الطفيل في حرب طليحة الأسدي حتى قتل طليحة وحارب في نجد، وكان ضمن الجيش الذي بعثه أبو بكر الصديق إلى اليمامة لحرب رأس الكفر والشرك مسيلمة الكذاب. وفي ليلة المعركة رأى الطفيل رؤيا استبشر بها، فقال: إني رأيت رأسي حليق، وإنه خرج من فمه طائر، وإن امرأة أدخلتني في بطنها، وإن ابني عمرو جعل يطلبني حسيسا، لكنه حيل بيني وبينه. وأول رؤياه مستبشرا، فقال: أما حلق رأسي فذلك أنه يقطع، وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي، وأما المرأة التي أدخلتني في بطني فهي الأرض تحفر لي فأدفن فيها، وإني لأرجو أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني لي فيعني أن يطلب الشهادة الذي سأحظى بها، ولكنه لا يدركها في هذه المعركة، ولكنه يدركها فيما بعد.
إنها ورأى رؤيا استشهاد، ومع ذلك تقدم للمعركة ولم يخشى، إنه إنما دخل المعركة طالبا الشهادة، فلماذا يخاف منها وهي منتهى أمله في الحياة؟ وما لبس وهو يطيح برؤوس الشرك أن رماه رجل بسيف برمية سيف غدرا فقطع عنقه، فخر شهيدا. وصدقت رؤياه، وتحمس ابنه عمرو عندما رأى استشهد أبيه، فراح يكيل ضربات يمينا وشمالا طلبا للشهادة، ولكن أجله لم يحن بعد، وإن كانت يمينه قطعت، إيده اليمين قطعت. كانت معركة شرسة فمسيلمة، وأعوان القوة لا يستهان بها، ولكنها انهارت تحت وطأة سيوف المسلمين الجبارة، فقتل زعيم الشرك مسيلمة، وقتل الكثير من أعوانه، وعاد الكثيرون من المسلمين الذين ارتدوا عن ردتهم. وتمنى عمرو أن يلحق بأبيه وينال شرف الاستشهاد في سبيل الله، ولكن أمنيته لم تتحقق إلا في عهد ثاني الخلفاء الراشدين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في معركة اليرموك، عندما خرج لملاقاة الروم تحت إمارة أبي عبيدة ابن الجراح. قصة شهيدين بذلك بذل روحيهما في سبيل الله، قصة إيمان راسخ وعقيدة قوية وإصرار على نشر الدين. تمام، دي قصة أحد صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الطفيل ابن عمرو الدوسي. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة. مع السلامة.